الحقيقه دي اول مره احضر كايرو فيلم كونكشن، خبره جديده ان الواحد يتعرف على ازاي الافلام بيتعمل لها بيتشنج او بيتعمل لها نوع من التقديم او ان الناس انا مش شايف نفسي ان ازاي الواحد بيقدم فيلمه او بيحاول يجمع زي فاندز او تمويل لفيلمه، وازاي بتعمل برزنتيشن او عرض عن الفيلم عامه. وبالنسبه لي مفيد جدا، لان لو انا بتعلم حاجه جديده كل شويه وبفهم حاجه جديده ازاي، بشوف اولا مشاريع ممكن اكون مهتم ان انا اكون جزء منها او اتعرف على الصناع بتوعها. وحاليا انا شايف ان الدوره ناجحه جدا من اول يوم الافتتاح الحقيقه لغايه دلوقتي، ومتحمس احضر اكتر واكتر واكتر. يمكن مركز السنه دي اكتر في جزء الصناعه اكتر من ان انا اتفرج على الافلام، بس هحاول يعني عشان بصور فهحاول ان انا احضر كل على قد ما اقدر. يعني هي كل دوره الحقيقه مهرجان القاهره بيتطور فيها، ومهرجان اصلا كده كده كبير، ومهرجان عريق، ومهرجان بيجي له ناس من كل بقاع العالم. يمكن من ساعه ما حفظي مسك المهرجان في روح شاب اكتر دخلت المهرجان، او اهتمام حتى بالشباب اكتر ان هم ييجوا يحضروا من الشباب، واهتمام بالشباب. لغايه دلوقتي الدوره شايف انها ناجحه جدا، ومهرجان مهم ومهرجان ناجح زي اي مهرجان دولي الحقيقه. انا شفت اول حاجه ايرش مان، انا مهتم اكتر بالناحيه زي ما قلت لك، بالناحيه الصناعيه او ناحيه صناعه الافلام السنه دي عن رؤيه الافلام. يعني طبعا الافلام دي كلها كده كده ان شاء الله ناوي اشوفها، يعني بتفرج على حاجات معينه، يعني بنقي افلام معينه وبسمع اكتر، بس بحاول احضر حاجات اكتر عن صناعه السينما. شايف الفعاليات هايله، اتمنى يكون في يمكن اعلان عن المهرجان اكتر، مش من هيئه المهرجان، يعني اتمنى يبقى في دايما مسانده اكتر لصناعه السينما في مصر والمهرجان القاهره السينمائي الدولي. اكيد مجرد ان الناس قاعده بتسمع البرزنتيشنز او ليه الناس مقتنعه انها تعمل فيلم زي ده، او ايه اللي محتاجينه، واللي قاعد بقاله سنتين بينفذ الفيلم لو قعدوا 3 سنين، فبتفهم ان في ناس ورا صناعه السينما مش مجرد للربح، لا، لمجرد ان هو عنده فكر معين عايز يقدمه ومثابر فيه جدا وواخد الطريق والهدف قدامه ان هو يحققه. فده ميزه كايرو فيلم كونكشن، ان انت بتجمع ناس معينه اللي يقدر يبيتش او اللي يقدر يساهم ما بعد الانتاج او مرحله البوست برودكشن او اللي هي المونتاج او الكالرينج او تصحيح الالوان او الدبنج او حاجات كتيره في عناصر ما بعد تصوير الفيلم. ف تهيألي نجاح، او يعني انا سعيد جدا ان انا بتعرف على الناس دي وبتعرف على عملهم. منا بهنيها على جائزه فاتن حمامه، تقدير هايل وهي تستحقه جدا. احنا مع بعض دلوقتي في مسلسل كل جمعه، كل اسبوع يوم جمعه، لسه في اول تصوير، بس سعيد جدا وان شاء الله تبقى حاجه كويسه. مش عارف بالظبط، بس هو 10 حلقات مش لرمضان، هو 10 حلقات يتعرضوا ان شاء الله على شاهد. شكرا.